الناس الفراشة ديال زنون فرانسيس مثلثيات تنبعوا الاثاث القديمه. الناس دابا تجينا من العوامره من القصار وحنايا من حقنا نستافدوا من زنون فرانسيس. وهذيك الجهه التحتانيه حنا قبلناها اللي هي مدوره بالسلك، ودابا حنايا ضايعين في حقنا وحنا عندنا حق في الاستفاده. الناس تجي من سوق الاربعاء وتجي من البلقصيري وتجي هذا تتفرش هنا خصها تسابق معنا، وحنايا تقريبا مخلصين 250 فرانك الواحد باش نستافدوا. عندنا الظاهر ديال هاد الخلاص تقريبا 30 واحد وبقى ما استافدت شي، وحنا هذيك الطرف هذيك وحنايا منفيين في الزنقه. واليوم السلطه خدامه تجري علينا من القنت القنت، من حقها هذيك المصلحه العامه، حنا احترام المصلحه العامه، ولكن المشكل اللي حنا يعطيونا الاستفاده ندخلوا بحالنا لبلايصنا. حنا ما بقاوش ضايعين، حنا راه عندنا وليدات وعندنا اسره تابعنا من اللور، والناس هما المستفيدين. الناس البياعة والشرايا الفراشة هما كاملين جمعتهم. كما قلتي عندكم ديك التوصيل بالخلاص عندنا مخلصين معدلين. كاين الناس اللي عندها، كاين الناس اللي باقا ما خلصت شي، عاتاني تفتح لها البنكة ديالها تمشي تخلص هذاك المقدار اللي هي مخلص ديال على حساب جنون فرانسيس، على حساب هذيك البلاصة اللي هي عندها شي شوية ديال التنظيم. وحنا راه شرف لينا حنا مع السلطة. كما قلت خي خمر القضية ديال الناس اللي كيجيو من القصار ومن الأربعة، واش كيجيو كيطلبوا تاهما يدخلوا للسوق؟ خصهم يدخلوا للسوق دابا تيدحسوا معانا. كاينة بعض الناس اللي مفرشة بلاصة، كاينة بعض الناس اللي في جنون فرانسيس، كاينة بعض الناس اللي هما في السوق الفوقاني. حنا دابا حنا ضايعين، حنا الناس ديال الأسرة والناس ديال البلاد، الناس اللي عندها حق باش في جنون فرانسيس تستافد، احنا ضايعين. يعني هاد الناس اللي كيجيو كما قلتي كيجيو برانيين في الاربعة والقصار، يعني كيجيو كيضغطوا، يعني كما قلنا كيضغطوا السلطة باش هما يديو قبل ولاد البلاد. قبل ولاد البلاد. حنا عندنا دابا ضايعين ديالنا، ما عندنا والو، دابا تنفرشوا حنايا في جنون فرانسيس، دابا الحيحة علينا. تنفرشوا في جنون فرانسيس تيجريو علينا، تمشيو للبلاصة تيجريو علينا، السوق الفوقاني تيجريو علينا، حنا فينا نمشيو؟ باقينا على البحر خصنا نمشيو نطيحوا فيه، ما بقى لنا والو. وحنا مع السلطة، حنا ماشي ضد السلطة، حنا معاها. والناس اللي تجي من سوق الاربعاء وتجي من القصيره وتجي من فاس ومن مكناس تتفرش التقشيره وتتفرش جديد تتفرش هذا، الناس هذه كافيه عندها المحلات ديالها في الدار البيضاء تجي تفرش معنا خصها تستافد في جنون فرانسيس. اللهم هذا منكر. دابا هما كيتسابقوا معكم باش يتسابقوا معنا خصهم يستافدوا. ها هما دابا كاينه في بلاصه، كاينه في سوق الفوقاني، كاينه في جنان باشا، الناس تتفرش في الارض وحنا ضايعين. حنا هذه مده عام ونص حنايا حنا باقيين ضايعين. يعني دابا كنقولوا دابا انتم الناس دايره كتفرشوا في الارض، السلطه ما كتعرفكمش. لا تتعرفنا، تتحق واحد واحد بينا، معروفين حنا الناس ديال البلاد معروفين. انا عندي هنايا في العريش 52 عام في البيع والشراء، فهمتي، والناس ديال الفراش وباقي ما استفدتش، والناس كامله باقي ما استفدتش في البيع والشرايه. نعم هادشي اللي نقول لك. نعم حتى شي واحد يطل سي محمد هاك اسمح شكون اللي بغى يهضر هاك هضري لالا. خويا السلام عليكم. شوف حنايا راه حنا من شحال هادي وحنا بياعة وشرية، ماشي عاد ديال دابا نتسناو تا يجيو اخرين وعادي يبقاو يما يبغاو يدخلوا فينا حنايا، ماشي تا ولاد البلاد وعاد يدخلوا فينا يبقاو يما يستافدوا، حنا ما نستافدوش. دائما حنا في الارض دائما مجرع لنا المخزن، دائما حنا كندورو في البلايص اللي حطينا فيهم كيقول لك ما تفرشوش في الارض. راه ضروري خصنا نستافدوا، ندخلوا للبلايصات ديالنا ونجلسوا فيهم. باش كنشوفوا دابا كاين دابا الناس دابا كاينه كما قلت كاينه نزلوا سوق الاربعه كاينه كلشي، وكاينه حتى السلطه كتقول بان الناس كنعطيوهم وما كيمشدوش بلاصه. كاينه هنا كاينه واحد اللوبي، هذاك اللوبي اللي عندنا هنا في مدينه العرائش هو بيده ماشي بيع شري وماشي ما تيفرش في الارض، هو تيجيب الناس تيجيبوا من ولاد حمو تيجيبوا من قرعه صرغنا هنا تيقولوا له عبد خالق الحيمر معروف عند السلطه، هو اللي عمر هذا السوق هذا بالظالمين. نعم فهمتي، والناس اللي مستفيدين الحقيقيين ما داو والو. هذه هي الهضره المعقول اللي تنهضر بها. يعني كيفاش هذا الضيق الاخذ هناك اللي بغى عطاه اللي ما بغاش عطاه، يعني هو اللي كيزكي الناس. هذا الشيء ماشي تيزكي الناس، هو تيدير هي في الاستفاده الاولى، جاب الناس من ولاد حمو، الناس تخدم معاه في المعامل عطاها البلايص. الناس اللي تتبيع شري حقيقيه كلها باقا في الزنقه. وشي رساله اخيره اللي توصلت للسيد؟ انا جلست نطلب السيد العامل الله يطولنا في عمره. حنا الناس اللي بيع شري الاقدميه عندنا هنا، الناس اللي عندها 20 عام 25 عندها وليداتها خصها تستافد باش تاكل طريف الخبز في جنون فرانسيس، حنا ضايعين.
حنا ما عندنا ما نبيعو ما عندنا ما نشريو، عندنا الا البالي. دابا هذاك البراني اللي تيدخل علينا هنا وتيتسابقنا على البلايص راه ما عندنا ما نديرو به. نعم. وعندهم محالاتهم كيسمحوا في محالاتهم ويجيو. الله يجازيك بخير، الله يرحم الوالدين. وشكرا السي الخمار، شكرا جميع التجار، وكنتمناو السلطة أنكم يعني تسمع لهاد الناس هادو وتوصل الميساج ديال السيد العامل. احنا مجموعة ديال الناس اللي كنشوفهم كاين معروفين هنا وجوه عليشية اللي كتفرش فراشة كيبيعوا في الأرض ولا زالوا مقصيين من الدخول للسوق ديال جنة فرانسيس النموذجي. كان معكم براش أونفو، معي المكان وجنة فرانسيس قرب سوق البركة. شكرا أي واحد تبعنا.